الاستحقاق الرئاسي السوري في 3 حزيران وباب الترشح يقفل بعد 10 أيام. تعددية ديمقراطية بالاسم وشكلية محسومة بالفعل، إنها الانتخابات الرئاسية السورية التي أقر مجلس الشعب السوري موعدها يوم 3 حزيران المقبل، الذي سيشهد إعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد لولاية جديدة. فقانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره المجلس قبل شهر أقفل الطريق على أي معارض ينوي الترشح من خلال اشتراط أن يكون المرشح مقيما في سوريا في الأعوام 10 الماضية، علما أن معظم المعارضين موجودون في الخارج لتعذر معارضتهم من الداخل. كما يفرض القانون أن يحظى المرشح بدعم 35 نائبا على الأقل من النواب الذي يضمهم مجلس الشعب. أدعو مواطني الجمهورية العربية السورية في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام. إعلان موعد الانتخابات الرئاسية تزامن مع سقوط 3 قذائف هاون وسط العاصمة السورية في مناطق محيطة بمقر مجلس الشعب السوري، لكنها لم تؤثر على سير الجلسة.